السنة دي في معرض سي اس 2025 للتكنولوجي شفنا ثلاث علامات تجارية او ثلاث شركات اعلنت بشكل رسمي عن طرحها في الاسواق السنة دي لثلاث شاشات اوليد من الشاشات الفاخرة اللي بتعتمد على تكنولوجي الاوليد الجديدة واللي بتتكون من اربع طبقات دبليو اوليد بانل من ال جي ديسبلاي. واول شاشة طبعا هتكون من ال جي الكترونيكس وهي موديل ال جي 5، والموديل الثاني من باناسونيك وهو موديل الزد 95 بي، والموديل الثالث وهو مقاس ال 83 بوصة بالتحديد من شاشة سامسونج موديل الاس 95 اف اللي فيه توقعات كبيرة ان المقاس ده بالتحديد يكون بيستخدم نفس البانل بتاعت ال جي. ودلوقتي هيكون في شركة رابعة هتنضم لترند استخدام الاوليد بانل اللي بتعتمد على الجيل الثالث من الميتا تكنولوجي شديدة الاضاءة اللي بتكون عبارة عن ان البانل بتاعت الاوليد دلوقتي بيكون فيها اربع طبقات من الضوء او اللي هتكون مشهورة السنة دي بمعمارية الـ RGB Tandem OLED، والشركة دي هي شركة فيليبس. وفيليبس أعلنت بشكل رسمي السنة دي في المؤتمر الخاص بيها اللي كان مقام في برشلونة عن إن هي السنة دي هيكون عندها شاشتين OLED، الموديل الأولاني وهو الموديل الفلاجشيب الـ OLED Plus 950، والموديل الثاني الموديل الهاي إند الـ OLED Plus 910. وبكده فيليبس هتبقى ثالث شركة السنة دي تبعد عن فكرة إن هي تستخدم التكنولوجي بتاعت الـ QD OLED وتروح أكتر لفكرة استخدام الـ RGB Tandem OLED. والسبب في كده هو نقص امدادات بانل الـ QD OLED نتيجة الطلب المتزايد على الـ Gaming Monitors اللي بتعتمد على بانل الـ QD OLED بشكل أكبر. ودلوقتي قبل ما اعرفك ايه تكنولوجي التاندم اوليد وايه المواصفات بتاعت الشات فيليبس الجديده، يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير دايما يا رب. في البدايه خليني اعرفك ان التكنولوجي الاوليد بانل الجديده اللي هي الجيل الثالث من الميتا تكنولوجي، والتكنولوجي دي بتخلي الاوليد بانل بتاعت السنه دي عندها القدره على ان هي توصل لشده سطوع اضاءه اعلى مع طيف لوني اوسع، وفي نفس الوقت استهلاك للطاقه اقل بنسبه 20% من السنه اللي فاتت. والتطور ده حصل بفضل المعماريه الجديده للبانل بتاعت الاوليد اللي بقت بتعتمد على اربع طبقات لاصدار الضوء بدل من ثلاث طبقات بس اللي كانوا موجودين في بانل الاوليد بتاعت السنه اللي فاتت. وعلى حسب ما باناسونيك اعلنت في المؤتمر الرسمي بتاعها السنه دي ان الموديل بتاع الاوليد بلس 950 وموديل الاوليد 910 هيكون عندهم القدره على ان هم يوصلوا لسطوع اضاءه بيوصل لحد 3700 نتس، وده هيكون اقصى شده لسطوع الاضاءه، وهيكون عندهم القدره برده على ان هم يوصلوا لحد 350 نتس كسطوع اضاءه على مساحة الشاشة بالكامل، وده بالإضافة لإن الشاشتين دول هيكون عندهم القدرة على إن هم يغطوا 99% من الطيف اللوني الـ DCI-P3 و 83% من الطيف اللوني الـ BT2020. وزي ما انت شايف دلوقتي قدامك هتلاقي ان على اليمين الموديل الجديد بتاع السنة دي الاوليد بلس 950، وعلى الشمال الموديل القديم بتاع السنة اللي فاتت الاوليد بلس 959. وفيليبس كانت حاطة الشاشتين جنب بعض في المؤتمر ومشغلاهم على نفس المحتوى علشان تبين الفرق ما بين التكنولوجي بتاعت السنة اللي فاتت والتكنولوجي الجديدة بتاعت السنة دي. وهتلاحظ هنا طبعا قد ايه التأثير بتاع الـ HDR والتفاصيل اللي بتكون واضحة في الاماكن المضيئة قوي في الشاشة هتكون افضل في الموديل الجديد اكتر من السنة اللي فاتت. مش بس كده، لا هتلاقي كمان هنا ان الالوان بقت ازهى وشكلها احلى من الشاشه بتاعت السنه اللي فاتت نتيجه الطيف اللوني الاوسع للبانل الاوليد الجديده بتاعت السنه دي، وده بسبب ان تكنولوجي بانل الاوليد الجديده اللي بتعتمد على اربع طبقات من اصدار الضوء مش بتستخدم تكنولوجي الام ال اي او المايكرو لينس اري اللي كانت مستخدمه في البانل بتاعت السنه اللي فاتت. وهتلاحظ ده برضو في الشاشتين، حتى لو هما مقفولين ومش شغال عليهم اي حاجه، لو سلطت عليهم ضوء مباشر فتلاقي ان درجه اللون الاسود في البانل الجديده بتاعت السنه دي اعمق ولونها يعني اسود حالك اكتر من اللون الاسود في البانل بتاعت السنه اللي فاتت اللي كانت بتستخدم المايكرو لينس اري. وبالاضافه لكده فالموديلين الجداد بتوع السنه دي الاوليد بلس 950 والاوليد 910 هيكونوا بيدعموا خاصيه الامبيانت لايت اللي بتكون عباره عن اضاءه ار جي بي موجوده في الاربع حواف بتوع الشاشه من ورا علشان يدوا لك تجربه مشاهده ممتعه اكتر. وفي الحقيقه انا شايف ان هي يعني حاجه مميزه جدا ان الشاشه يبقى فيها اضاءه خلفيه بالشكل ده، ويمكن دي الشركه الوحيده في السوق او الشاشه الوحيده في السوق اللي بنشوفها جايه بالاضاءه دي معاها بشكل مباشر، يعني مش هتحتاج انك تشتري بقى الليد ده وتركبه في الشاشه لوحدها من ورا. ففي الحقيقه فكره مميزه جدا من فيليبس بصراحه، واللي اتطور فيها السنه دي ان الإضاءة هتكون على الأربع حواف بتوع الشاشة، لأن الموديل بتاع السنة اللي فاتت كانت فكرة الأمبيانت لايت دي موجودة فيه برضو، ولكن كانت الإضاءة من ثلاث حواف من الشاشة بس مش من الأربع حواف. كمان الموديلين دول السنة دي هيكونوا بيدعموا شريحة البانتونيك ألف، وبالتالي ده معناه إن الموديلين دول السنة دي هيكون فيهم مدخلين بس HDMI 2.1 مش أربع مداخل زي ما بنشوف في الشات من شركات تانية.
كمان من الاضافات اللي فيليبس اضافتها في الموديل الجديد بتاع السنه دي ان هي شايفه ان اغلب المستخدمين المحتوى اللي بيتفرجوا عليه بيكون محتوى اس دي ار اللي بيعتمد على الطفل اللوني الريك 709، ولذلك ففيليبس طورت السنه دي معزز للطفل اللوني باستخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي علشان يدي دفعه ويحسن من جوده الالوان للمحتوى اللي بيعتمد على الطفل اللوني الريك 709 او المحتوى الاس دي ار علشان تبقى الوانه ازهى، وفي نفس الوقت المستخدم يستفيد من فكره الطفل اللوني الاوسع الموجود في البانل الاولد الجديده بتاعت السنه دي، وفي نفس الوقت من غير ما ده يكون ليه تاثير على درجات الوان البشره او السكين تونز. ولكن هيكون في هنا ميزه بتميز موديل الاولد بلس 950 عن موديل الاولد 910، وهي الاي اي سبيكولار هايلايت انهانسمنت او ميزه تحسين تفاصيل الاماكن المضيئه قوي في الشاشه بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، واللي هتساعد على ان هي توضح اكتر التفاصيل اللي بتكون في الاماكن المضيئه قوي في الشاشه في المحتوى الاتش دي ار. ولكن بالنسبه للناس اللي بتحب الرؤيه بتاعت صانع العمل او الكرياتور انتنت وبتحبش الاضافات من المعالج بتاع الشاشه، فممكن تقفل الخاصيه دي وما تستخدمهاش. بالاضافه لكده كمان فيكون في تحديث جديد للجيم بار السنه دي، هيخلي الجيم بار دلوقتي يقدر يتعرف على الالعاب المعروفه قوي او العناوين بتاعت الجيمز المشهوره قوي، فيقدر الجيم بار ان هو يتعرف على الجيمز دي بمجرد انها تشتغل على شاشه التلفزيون علشان يظبط لك الاعدادات بتاعت جوده الصوره على حسب كل جيم بشكل تلقائي. ده غير طبعا ان الشاشه هتبقى بتستخدم احدث اصدار من نظام تشغيل جوجل تي في. وبالنسبه لاهم الاختلافات اللي هتكون موجوده ما بين موديلين الاولد بلس 950 والاولد 910، فاول حاجه هتلاقي ان موديل الاولد بلس 950 هيجي بالجيل التاسع من معالج البي 5 اي اي ثنائي الشريحه، ولكن بالنسبه لموديل الاولد 910 فهيكون بنفس المعالج ولكن هيكون معالج بشريحه واحده مش ثنائي الشريحه زي المعالج بتاع الاولد البلس 950. مش بس كده، لا كمان موديل الاولد بلس 950 هيجي بنظام صوتي بقوه 70 واط بنظام صوتي 2.1 شانل، ولكن فيليبس حط في اعتبارها اكتر ان اللي هيفكر يشتري الموديل ده هيكون عنده بالفعل مسرح منزلي او بيفكر انه يشتري مسرح منزلي، لانك لو جيت شفت النظام الصوتي في الموديل الثاني اللي هو الاولد 910 هتلاقيه بتيجي بنظام صوتي من باورز اند ويلكنز، ولكن هيكون بقوه 81 واط 3.1 شانل، يعني هيكون فيه 3 قنوات للصوت العام بالاضافه للسبوف. وموديل الاولد بلس 950 هيبتدي يتوفر في سوق المستهلك بمقاسين ال 65 وال 77 بوصه بدايه من شهر سبتمبر القادم، ولكن موديل الاولد 910 فهيبتدي يتوفر في سوق المستهلك بدايه من شهر 5 بمقاسات ال 55 وال 65 وال 77 بوصه. بالاضافه لكده فهيكون عندنا السنه دي موديلين تانيين من شاشات الاولد عند فيليبس هيكونوا من الفئه المتوسطه او من الفئه الاقل سعرا شويه. الموديل الاولاني هو موديل الفيليبس 810، والموديل ده هيكون بيستخدم اي اكس اولد بانل محدثه، تقدر تقول ان هي زي البانل بتاعت الاولد الموجوده في موديل السي 4 او في موديل السي 5، بالاضافه برضو لانه هيكون بيستخدم نفس المعالج الجيل التاسع البي 5 اي اي بروسيسور، والموديل ده برضو هيكون بيدعم خاصيه الامبيانت لايت، ولكن هتكون الاضاءه فيه من 3 جوانب بس مش من 4 جوانب، وهيكون بيستخدم نظام تشغيل جوجل تي في. والموديل الثاني اللي هيكون الارخص سعرا في الشاشات الاولد بتاعت فيليبس السنه دي وهو موديل ال 760، والموديل ده هيكون بيستخدم اولد اي اكس بانل ولكن مش هتكون المحدثه او الابجريدد زي الموديل اللي فات، وهيستخدم الجيل السابع من معالج البي 5 اي اي بروسيسور. وبالاضافه لكده فهيكون برضو بيدعم خاصيه الامبيانت لايت، وهتكون الاضاءه فيه من 3 جوانب بس مش من 4 جوانب، ولكن الموديل ده هيكون بيستخدم نظام تشغيل تايتن او اس، وهيكون فيه 4 مداخل اتش دي ام اي 2.1 لانه بيستخدم الشريحه بتاعت نوفا تك مش الشريحه البانتونيك. ولكن طبعا افضل موديلين في الشاشات الاولد بتاعت فيليبس السنه دي اللي هيكونوا ملفتين للانظار فعلا هما موديل الاولد بلس 950 وموديل الاولد 910. وبكده اكون عرفتك على كل مميزات الشاشات فيليبس الجديده. لو حابب برضو انك تتفرج على الشاشات بتاعت ال جي وسامسونج وتي سي ال تقدر تدخل على القناه هتلاقي فيه فيديوهات لكل الشاشات دي موجوده، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات مفصله اكتر عن كل الشاشات دي اول ما تبتدي تنزل الاسواق، لان هي متوقع ان هي تنزل لاسواق الدول العربيه في خلال مثلا شهرين او 3 شهور، يعني على بدايه شهر 6 او بدايه شهر 7. فبتنساش تشترك في القناه عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك، وريت في النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونتقابل فيديو جديد ان شاء الله. سلام.